كل دقيقة بقضيها معاك بعمري بحاله. حبيبتي يا بوسينة، خليك قاعد جنبي كده على طول، ما تتحركش من هنا. وبلاش اروح الشغل؟ بلاش تروح الشغل. واقعد افكر فيكي على طول بقى وانشغل وارجع زي المراهقين من تاني، مش كده؟ طب وايه المشكله يعني؟ هي دي حاجه وحشه؟ لا طبعا، حاجه حلوه قوي. انت مستنيه حد؟ لا. مين اللي ممكن يجيلك دلوقتي؟ معرفش. انت رايحه فين؟ اشوف مين. انت امجد؟ نهار اسود، امجد. انا شايف النور جوه. زعلانه مني؟ قولي لي بس، ما تعمليش كده. هنعمل ايه؟ ولا حاجه، هو شويه هيزق ويمشي. غير لما تفتحي لي. ده اتجنن. مفيش باب في الجنينه يطلعني على بره؟ لا. افتحي يا ابو سعينة. بص اطلع انت فوق وانا افتح له اتكلم معاه ومشي. لا لا لا، اوعي تعملي كده. امال هنعمل ايه؟ هو مش هيمشي. اطلع فوق يا عمر. عمر تليفونك. يبقى اكيد في حد في حياتك. بجد انت سكران؟ مش عارف انت بتقول ايه. لازم اعرف ايه اللي معاك مخليك ما بترديش عليا وما بتفتحليش باب بيتي. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ انت بتشك فيا؟ امجد والله العظيم لو طلعت وفتشت وحسستني الاحساس القذر ده عمري ما هرجع لك. ترجعي لي؟ هو انا الاقيكي اصلا يا هانم؟ أمجد عيب قوي اللي انت بتعمله ده يا أمجد. انت كده بتعمل نفس الحاجات اللي خلتني اسيبك بسببها. عيب كده يا أمجد. فتشت؟ ارتحت؟ انا بغير عليك يا بوسي. عرفت ليه بقى انا ما كنتش برد على مكالماتك ولا عايز افتح لك؟ بسبب اللي انت بتعمله ده. سامحيني يا بوسي، انا اسف. انا كنت متاكده ان انت عمرك ما هتتغير يا امجد. لا والله يا بوسي انا اتغيرت. لا. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.